خرجونا بدري النهارده علشان ان احنا نلحق نروح قبل ما يكون في حظر تجوالي الساعه 3 ولا حاجه، مش هنعرف نروح. لنا تاشيره من المشير اللي كله يمشي الساعه 12، لكن احنا خرجنا الساعه 1:15. سوء تصريف، سوء تصريف، ومش موقف حلو من الحكومه ولا من القيادات، لان كان ممكن يعمل نتيجه الانتخابات بعد الساعه 7-8 بحيث يبقى كل الموظفين روحت. انا بنتي في امتحانات وقلقان عليه من المواعيد اللي زي ديت كده، كانوا المفروض يدوا اجازه الامتحانات او اجازه الموظفين او يخلوها لحد بعد الساعه 8. حضور عادي، الانصراف حاسس كده ان هم عشان الناس بيقولوا في تعليمات عشان الناس عايزين يعرفوا النتيجه الساعه 3 ان شاء الله بتاع الانتخاب. احنا جينا في الحضور عادي، وفي الانصراف قالوا روحونا بدري احتمال تحصل اي حاجه. مفيش اي جديد جد غير ان في تعليمات اتقالت ان احنا نروح كل الموظفين بدري. احنا بالنسبه لنا موضوع الحضور والانصراف ده مواعيدنا عاديه، مفيش اي مشكله، احنا بس جايين نقبض من الخزنه ونرجع لادواتنا تاني.